بدأت أمس الاجتماعات التمهيدية للجنة المصرية الأثيوبية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بمقر وزارة الخارجية. شارك في الاجتماعات التمهيدية للجنة والتي يرأس الجانب المصري فيها السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ممثلون عن كافة الوزارات المعنية من البلدين. وشهدت الاجتماعات مناقشات مكثفة بين الجانبين حول تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدولتين في تلك المجالات، واستشراف مجالات وأفاق جديدة للتعاون بينهما. هيكون معنا هاتفيا دكتورة أماني الطويل، عفوا، مدير الوحدة الإفريقية بمركز الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا أميرة. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا دكتور. كل سنة وانت طيب. تمت امبارح امس يعني الاجتماعات التمهيدية للجنة المصرية، اهم ما يتم مناقشته او ما تم مناقشته في هذه الاجتماعات؟ انا اتصور ان موضوع سد النهضة هو النقطة الرئيسية اللي بيتم تداولها الان، لان هذه نقطة محورية في العلاقات المصرية الاثيوبية، ومسألة سد النهضة وصلت الى نقطة حرجة، وأعتقد أنه يتم البحث فيها حتى نخرج من هذا الموقف، يعني لتمتد العلاقات الإثيوبية المصرية إلى أفاق تعاونية أوسع في كافة المجالات. تحب تكملي؟ طيب لو حضرتك اتكلمنا عن، طبعا هي اجتماعات تمهيدية للجنة اللي برأسها الجانب المصري السفير محمد إدريس للشؤون الإفريقية، وممثلون عن كافة الوزارات المعنية بين البلدين. حضرتك شايفة انه واقع يعني التصريحات اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي اخيرا، بحيث انه احنا اثيوبيا والسودان احنا يعني اشقاء واحنا ما نقدرش نيجي على حد فيهم، هل رأي حضرتك ان هذه التصريحات ليها جانب إيجابي من قبل أثيوبيا والسودان؟ يعني أنا أعتقد أن هذه التصريحات من جانب السيد الرئيس معنية بها السودان وليست معنية بها أثيوبيا، لأن أثيوبيا لم تعلن عن حشود عسكرية أو تعلن عن أي قلق بشأن حشود عسكرية، على عكس السودان التي أعلنت عن وجود حشود عسكرية مصرية إريترية على حدودها، وحشدت عسكريا على حدودها الشرقية، قالت أنه تحوطا، وصعد الإعلام السوداني في هذا السياق. ولكن بعد مقولة الرئيس السيسي رد عليه أيضا وزير الخارجية السوداني وقال أن هذه الحشود متعلقة بالوضع الداخلي وليست متعلقة بمصر. يعني هذه مسألة كانت مرتبطة بالسودان أكثر منها مرتبطة بأثيوبيا. ماذا قال الرئيس أو ما قال الرئيس السيسي هو بيؤكد خط استراتيجي مصري، أن مصر لا تعتني على الأشقاء ليس في السودان فقط ولكن في كل إفريقيا. صحيح. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة أماني الطويل، مدير الوحدة الإفريقية بمركز الأهرام. مهم جدا التعاون المصري الاثيوبي الجديد يا اميره في اللجنه العليا المشتركه المصريه الاثيوبيه، انها لاول مره، دي الدوره السادسه، لاول مره تنعقد على مستوى القمه، يعني قبل كده كانت بتنعقد على مستوى وزاري، اللجنه العليا المشتركه ستنعقد على مستوى القمه ما بين رئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بيعكس انه مزيد من التعاون هنشهده الفتره المقبله في مجالات كثيره، وان المقاربه المصريه هنا لملف سد النهضه مقاربه خاصة بالتنمية، لأنه دايما موضوع التنمية بيؤخذ كمان في اعتبار السياسة الخارجية المصرية داخل إثيوبيا. فعلى أي حال نتمنى إن شاء الله نجاح للجنة العليا المشتركة، ونشوف على الأرض بقى ترجمة كده على الأرض، تعاون حقيقي ما بين القاهرة وأديس أبابا.